بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي أحمد الدردير وعن ساداتنا أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلنا في شرح السنوسية الكبرى عند تفنيد الأدلة أو الوجوه التي استدل بها من ذهب إلى صحة التقليد وإلى رجحانه على على النظر. خلاص، كان الكلام في الوجه الأول وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر وعمر، كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرب، وقال رضي الله تعالى عنهم هذا الاستدلال لا يصح إلا لو ثبت أنهم ماتوا ولم يعرفوا الله تعالى إلا بمجرد التقليد وأعرضوا عن النظر. ثم قال إن أدلة العقائد الذي لا تحصى كثرة في القرآن الكريم كانت تمر عليهم ولا يفهمون وجه دلالتها. صحة هذا مما يأباه كل مؤمن، وهذا أيضا فيه تعريض وفيه نقص من مكانتهم أو مراتبهم العالية. ثم قال إن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أدرك زمن المبتدعة وأفحمهم بما لم يقدروا أن يجيبوا معه جوابا، وذكر بعض مناقب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حتى قال في صفحة 67: ومن عجيب أمره، هنا حنبدأ من ومن عجيب أمره رضي الله تعالى عنه، أنه رضي الله عنه أن معضلات المسائل التي لا يتوصل إلى جوابها إلا بالأنظار الدقيقة في السنين المتطاولة، إذا سئل هو عنها أجاب عنها بديهة من غير تأمل ولا تعظيم لشأنها، كأنه عنده سؤال عن الأمور الضرورية. يعني أريد أن يقول لك المعارف أو العلوم النظرية بل التي تحتاج إلى أنظار دقيقة وإلى فهم عميق وإلى نظر عقلي طويل، كأنها صارت عنده سجية أو ملكة أو عادة، فبمجرد أن يسأل عنها لا يقف عندها ولا يعيرها اهتماما كبيرا، كأن عنده من المسائل أو من الأمور الضرورية. يعني كأنك تسأله 1+1 ككون 2 مثلا أكثر من وقضاياه في ذلك مشهورة مسطورة في الكتب. وتأمل جوابه رضي الله عنه على المنبر في الفريضة المنبرية، يعني مسألة من الفرائض من الميراث، زوجة وابنتان،
وأبوان. وقوله على البديهة بلا تأمل ولا تأخر، يعني لا فكر ولا خده مهلة في ذلك الموقف الصعب، صار ثمنها تسعا، يعني الثمن بقي تسعا، يعني ليه؟ لأنه المسألة هذه فيها عول، فحيقل الأنصبة عشان العول يبقى فيه، العول يعني فيه زيادة، فنعمل ايه؟ عملية رياضية توحيد المقامات وكذا، فيصير لي الثمن تسر. ثم أعرض على عقول أكثر الناس ذلك، وانظر أين هم من ذلك. يعني هات مسألة دي المسألة دي واعرضها على يعني لجنة الفتوى مثلا، أو عرضها على يعني دار الإفتاء نفسها، مش هتصل إيه إلى بديهة مين؟ سيدنا عبدكم، ولا ينازعون في ذلك، ولا حتى دور الإفتاء في العالم كله هتستطيع الرد بإيه؟ بسرعة. لأنه لازم يفكروا فيها ويعملوا لها الجان ويعملوا للجنة شغلان. خلاص، زوجة وابنتان وأبوان. طبعا هنا الزوجة هيبقى ايه؟ الثمن، ما هي صارت ثمن، اوعى تقول ربع الثمن، والابنتان الثلثان، وبعدين الأبوان ثلث. هنجيب منين؟ المسألة زادت على ايه؟ على العدد الصحيح. حصل كسر، حصل ايه؟ عوج. يعني مش مطلوب، عارف لو ثمن ونصف وربع وستين هيبقى خلاص الحسبة مظبوط كده، إنما ده ثمن وتلتين وستين، طب هنجيب منين؟ يبقى هيقل إيه الثمن فيصير إيه؟ تسر. وذلك سميت هذه المسألة بالإيه؟ بالمسألة الإيه؟ المنبرية، لأنه سئل وهو على الإيه؟ على المنبر. يجي واحد يقول لك هل يجوز أن يسأل الإمام على المنبر؟ هل ينفع؟ يبدو والله أعلم ليس المراد بالمنبر للجمعة، هذا لا يكون في صلاة، إنما المنبر يمكن المكان المرتفع اللي يلقي فيه الموعظة أو يخطب فيه. أن المنبر كان في القديم لم يكن فقط للخطبة بتاعة الجمعة، كنا نشوف المشافي في المناسبات ويركب المنبر عادي، مش فقط هنا المنابر مهجورة تجد عليها التراب من الأسبوع إلى الأسبوع، لا تنظف إلا قبل الجمعة بساعة، على أساس يقول لك أنظف لي لسه الجمعة قدامه. يعني لازم نخطب يعني مثلا يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، عشان فكانت الخطابة دائما على الإيه؟ على المناجر، يعني المواعظ يعني. نعم؟ الأب والأم أبوان سدس، ولكل فإن كان له فإيه؟ وإن كان له إخوة فلأمه، وبعدين إيه؟ فإن لم يكن له ولد وورثه إيه؟ أبواه، يعني مين؟ أيوه، اللي يبني العظيم كلمة فلأبويه، يعني المراد مين بالأبوين؟ الأم والأب تغليبا يعني. يبقى إذن هنا إيه؟ ثم أعرض على عقول أكثر الناس ذلك، وانظر أين هم من ذلك. شوف، وكذا فتواه في رجلين، دي كمان حاجة عجيبة الثانية، في رجلين لأحدهما ثلاثة أرغفة، مش عارف جابها منين الشيخ السنوسي الخماسي. قال في اثنين رجلان، يعني مثلا أنا والشيخ ده صاحبنا،
واحد عنده ايه 3 أرغفة وللآخر 5، طبعا هيبقى انا اللي عندي 5 وهو عنده ايه 3. هجم عليهما ثالث، شوف هجم يعني جاء على غفلة من غير احم ولا دستور، السلام عليكم، راح جالس ايه ياكل معه. يبقى انا معي 5 وصاحبنا معي ايه 3، وجاء واحد ثالث فقدم لهما معهما، يعني انا طلعت 5 وهو طلع ايه 3، واستوعبوا ثلاثتهم ذلك اكلا، يعني كلنا ايه كلنا، انا كلت وهو كل والرجل الضيف اكل، واضح كده؟ فلما قام عنهما جازاهما ب8 دراهم. والله مش شاكرين، تبين عليكم ناس اهل بخل وكذا ومش مسامحين في اللقمه، فخذوا الايه مش معاي غير الثمانيه دي، 8 دراهم. وبعد ما انصرف صاحب الثلاثه قال هي بيننا نصفين، وهو يعني وحاس ان هو طبعا ايه عاوز يتساوى مع صاحب الخمسه، ان عاوز يتساوى معي، فقال هي بيننا نصفين، يعني انت تاخذ 4 دراهم وناخذ كام؟ 4. وقال الاخر اللي هو صاحب الخمسه بل على عدد ارغفه كل واحد، يعني كيف انت تبقى 3 أرغفة وانا 5 وتاخذ انت 4 على 4، يعني الثاني طمعان اللي هو مثلا جنابي انا مثلا عاوز ايه عاوز ياخذ 5 دراهم على عدد الايه والثاني يديله 3 وهو عاوز ايه عاوز 4، يعني قالوا لا يعني ما ينفعش نخليها بحسب عدد الايه الأرغفة، انا كان معي 5 باخذ 5 دراهم وانت معك 3 تاخذ 3. الاول صاحب الثلاثة اقترح ايه انها تكون ايه مناصفة، فحلف الاول اللي هو مين صاحب الثلاثة ان لا يأخذ الا ما اعطاه صميم الحق، زعل في الحاجة دي يعني حس ان انا يعني ايه طمع شوية، فقال والله انا كنت عاوز اعملها ودي او بالتراضي، انت 4 وانا 4، طالما انت كده بتحاسبني كده بالدقه وتقول لي عدد ارغف كذا انت كده بتحرجني، طيب والله انا معاوز ارحم فقط يعني اللي هو حقي، غير كده مش عاوز زياده، يعني حتى لو في زياده مش عاوزها عشان قادر ايه تصرفك اللي هو غير ايه غير لائق، يعني خلاص بالتراضي ماشي ايه يعني 4 هتفرق يعني لما تاخذ 4 وتاخذ 5، طالما انت كده بالطريقه دي لا والله ما اخذ منك غير الايه ما يعطيه صميم الحق، اللي هو مين؟ صاحب الثلاثة، يقول له أنا مش هاخد منك إلا حقي، ففي الحالة دي لازم إيه؟ يرفع أمرهما إلى القاضي، ما هم مش عارفين إيه ده لإيه وده لإيه، فحلف الأول اللي هو صاحب إيه؟ الثلاثة، لسه ما جاش دور سيدنا علي لسه. فحلف الأول أن لا يأخذ إلا ما أعطاه صميم الحق، قال لا والله لا نصفين ولا 3 ولا، فأنا خلاص أنا مش هأخذ غير حقي، فرفع أمرهما إلى مين؟ إلى سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا علي أول ما سمع الشكوى على طول فقال لصاحب الثلاثة خذ ما أعطاك، يعني 3 3 شو عاوز ياخذ 5 ويديك 3 خذهم وخلص. قال لا انا مش عاوز غير ايه، قال فقال ان كان بصميم الحق، يعني قال انا اخذ اللي اداهمني اللي هم الثلاثه بس اذا كان ده حقي، اذا كان زياده مش عاوز. فقال علي بديهه اذا، يعني إذا كنت عاوز صميم الحق ليس لك إلا 1 درهم. كش على باله خالص الكبير. واحد بس، ما لكش غير 1. مش أنت عاوز الحق؟ قال كيف؟ كيف؟ على الأقل إيه؟ 3 زي ما قال يعني.
مش كان راضي، قال لا خلاص دلوقتي تغير رأيي. لو انت راضي لو انت وافقت، لما انت الان لم توافق. قال كيف؟ قال وانت نسيت جنابك، هو الضيف خذ الثلاثة وحده كلهم ولن تكلت منهم، والثاني كل يعني كلكم اشتركتم في الاكل. الكلام ده لو الضيف وحده كل وحده من غير انت ما تاكل ومن غير هو ما ياكل، يبقى صاحب الثلاثة ياخذ ثلاثة وصاحب الخمسة ياخذ خمسة. اذا كان الضيف لها في الايه الارغفة كلها، انما انتم لهفتم معاه. قال كيف؟ قال اكلتم ثلاثتكم ثمانية ارغفة، يعني ثمان ارغفة لهفتوها كله الثلاثة مش هو وحده. وقدر ما اكل كل منكم غير معلوم. في واحد بياكل بسرعة، في واحد على بال التاني ما يخلص لقمة يكون الدكة خلص رغيف، فمش عارفين بالضبط. نفتح بطونكم نشوف ايه يعني. قدر ما اكل كل منكم غير معلوم. طب في الحالة دي نعمل ايه؟ قال فتحملون على السواء، يبقى كل واحد كان زي التاني. وثمانية على ثلاثتكم تباينها، يعني ما ينفعش القسمة على الثلاثة لأنه ادالكم ثمانية، يا ريت ادالكم تسعة، إنما هو ادالكم إيه؟ ثمانية. ثمانية على ثلاثة مش هتنفع. شوف كده، ثمانية على ثلاثتكم تباينها، يبقى في الحال ده نلجأ إلى إيه؟ فتضرب فيها، يبقى بدل ما نقسمها الثمانية على ثلاثة نضربها في ثلاثة، فتصير كام؟ 24. فتضرب أرغفة كل منكما فيما ضربت فيه الثمانية اللي هي المجموع. خلاص كده؟ فتضرب أرغفة كل منكما فيما ضربت فيه الثمانية اللي هي إيه؟ فلك ثلاثة تضرب في ثلاثة، يعني انت احنا هنضرب دلوقتي ايه الثلاثة في ايه في ثلاثة، هتبقى بكام؟ بتسعة. فلك ثلاثة تضرب في الثلاثة التي ضربت فيها الثمانية، فتلك او فذلك تسعة، يبقى هيطلع كام؟ تسعة. انت كل واحد فيكم احنا قلنا الثمانية في ثلاثة باربعة وعشرين، يبقى كأنه بدل ما قسمنا الثمانية على ثلاثة لا تقبل، فنضرب الثمانية في ثلاثة تصير اربعة وعشرين، يبقى كل واحد هيبقى له كام سهم؟ ثمانية. ثمانية في ثلاثة باربعة وعشرين، هنضرب الثلاثة في ايه؟ في الثلاثة، هتبقى كام؟ تسعة. اكلت منها ثمانية فبقي لك ايه؟ واحد. طيب هنضرب الثلاثة في الثاني في خمسة، هتبقى بكام؟ ب15. اكل منها ثمانية فبقيت له سبعة، اهي الثمن دراهم. مش هي هم ثمانية؟ ثلاثة في ثلاثة بتسعة، كل واحد فيكم كل ثمانية، انت كلت ثمانية من التسعة، بس هو ليه 15، ثلاثة في ايه؟ في خمسة. كل ثمانية من ال15 زي ما انت كلت ثمانية من التسعة، هو بقي له كام؟ سبعة، وأنت بقي لك واحد، هذه الثانية الدرجة. عرفت كيف اتحسبت؟ نعم؟ أيها هو ده الرفيق، مسألة قبل المسألة المنبرية. يبقى فذلك 15 لكام؟ يعني هنضرب الثلاثة زي ما ضربنا الثمانية في ثلاثة، هنضرب إيه؟ عدد الأرغفة في نفس الرقم اللي ضرب فيه الثمانية. فيبقى ثلاثة ثلاثة تسعة، أكلت منها ثمانية فبقي لك واحد، ونضرب الثلاثة في خمسته فتصبح 15، أكل منها كام؟ ثمانية، فبقي من 15 سبعة. فهذه هي قسمة الإيه؟ العدل والحق. فقد أكل يعني الوارد ده، ما احنا حملناكم على التساوي، اكل من الثلاثة بتاعت جزء اللي هو مقابله للدرهم، ولصاحبك سبعة،
وصاحبك معاه ايه خمسة يعني اكل منها سبعة اجزاء مش سبعة ارغفة، كيف هي خمسة واكل منها سبعة يعني سبع اجزاء يعني كانوا قسمناها على اجزاء. وانما وهبكما لذلك يعني هو وهبكم ادالكم الثمانية عشان كده يعني عشان الجزء اللي كانوا منك وعشان السبعة اللي كانها ايه من مين من الثاني. وإنما وهبكما لذلك فاقتسما ما منحكما على قدر ما منحتما. الغنم بيه بالغرب، انت اديت له جزء خلي عندك دمعة خلاص، وهو اداله الرجل كام سبعة، فزي ما منحتوه ما ممكن يقول لك لا ده يمكن كان اكثر بس مش معروف مش ليس معلوما وليس امامنا الا ايه ان نحسبها على الايه على التساوي. وقد روي انه جاءته امراه، يعني ده مساله ثانيه كمان، تشكو له بتقول له ده يعني الجماعه الظلمه البعدة اخواتها وفي الميراث ظلموها، قال لها ليه ايه اللي حصل؟ قالت له مات اخي في الصور يا سيدنا علي، اخويا مات وخلف 600 درهم ولم يعطوني الا درهما واحدا. في ظلم بعد كده ده يعني داعش ما تظلمش الظلم ده، في ظلم كده. فقال لها رضي الله تعالى عنه على الفور، شوف على الفور، لعل اخاك خلف من الورثه كذا وكذا، طبعا كذا وكذا مش هينفع على التفصيل، وفي رواية أنه قال لها لعل أخاك خلف سواك زوجة وأما وابنتين واثني عشر أخا. شوف كده الزوجة كام هتاخد ايه؟ ها؟ لا هنا الزوجة ما فيش هنا ألا في ابن ابنتين، الزوجة هتاخد التمن، تمن التمنمية خمسة وسبعين مش كده؟ 600 تمنى كان 75، تمن 600 75 درهم. ليه؟ 600 ربعها كان؟ ربعها 150، والتمن يعتبر نصف الربع يبقى 75 صح كده؟ يبقى كده يبقى الزوجة لها 75، خد بالك هما 600 والأم لها إيه؟ السدس، السدس 100 بالظبط 175، والبنتين التلتين يعني كام 400، يبقى 400 و100 دول عندنا كام 575، ايه اللي باقي؟ باقي 25 درهم، معاك 12 اخ للذكر مثل حظك، 2 في 12 ب 24 باقي لك واحد، يبقى معاها 12 اخ وهي ثاني ومعاها بنتين وام وزوج. الزوجة لها 75 والأم لها 100 175 والبنتين 400 والنسف العملية البنتين ولهما الثلثان واثني عشر أخا وهي يعني 12 أخ ونصف، ما هي تاخد نصف الايه الذكر، فال 12 باقي 25، 12 في 2 ب 24 باقي واحد من ال 600 هو ده بتاعك. فقال لها ما في الظلم؟ فقالت نعم. فقال ذلك حقك لم يظلموك. وأمثال هذه مما روي عنه خارج عن الحصر، فانظر هذا الإدراك القدسي الفائق التي صارت العلوم النظرية الصعبة ضرورية عنده، كيف يكون إدراكه لما كثرت الشواهد عليه وامتلأ القرآن والحديث بأدلته وبه أولع وعليه ربي من لدن إصغاره، وذلك معرفة المولى جل وإيه وعز. يلا أمشيك نجاة الحاشية، خذ المسائل اللي زي وروح اسأل فيها الإنس والجن، الجن يمكن يعرفوها، الجن فيهم ناس عايشة من أيام سيدنا علي وممكن يعرف الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين.
الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأمره وأمركم في الدارين آمين. الحاشم الأول: ومن عجب أمره ومن عجيب ومن عجيب أمره. قوله ومن عجيب أمره أي طبعا قوله إيه؟ ها؟ قوله التي استاني صدر في الحاشية. قوله التي تفسير لمعضلات المسائل. قوله إلا بالأنظار أي الأدلة. قوله من غير تأمل تفسير لبديهة. قوله ولا لازم لقوله من غير تأمل. قوله كأنها أي كأن السؤال عنها. قوله وقوله عطف على جواب عطف تفسير. عشان يقول وقوله فقال قوله وقوله يعني مش في الباب اللي في المتن غير في الشرح. قوله الموقف الموقف الصعب وهو الوقوف على المنبر. قوله صار كنها تسعا تسعى صار كنها تسعى أي واسترسل في خطبته. الثمن وإيه والتسع مش كده؟ تسعى بس تسعى حيبقى تسعى يعني إنما هي إيه؟ تسع زي عشر يعني تسعى أي واسترسل في خطبته وكانت عينية أولها الحمد لله الذي يحكم في الخلق قطعا ويجزي عينية على القاف أو أخرها عيني أشوف الحمد لله الذي يحكم في الخلق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى أيوة وله المآب والرجعى. شوف هذه العينية بني آدم يعني الخطبة زي القصيدة اللي يقول لك لامية الخطبة كانت عينية يعني كل جفلة إيه عين وبعدين كان سيدنا علي رضي الله عنه بتاع نهج البلاغة بيقول جايب ابن أبي الحديد نهج البلاغة المنصوب لسيدنا علي فبيقول إنه كان أفصح الصحابة في اللغة يعني في اللغة حاجة أسطورة. فمرة الصحابة اجتمعوا وتذاكروا فيما بينهم إنه حرف الألف ده أكثر دخولا في الكلام يعني لا يكاد نجد كلمة واحدة تخلو من حرف الألف لذلك أكثر الحروف في القرآن هو إيه؟ الألف. يمكن الضاد والضاء في القرآن معدودة عدهم ابن الجزر يعني حد عد الألفات ده يمكن 300,000 أكثر الحرف في القرآن هو الألف كثير جدا. فلما قالوا له ذلك أجمعوا على كده إنه أكثر حرف دخولا مش في القرآن حتى في الكلام بتاعنا العادي وفي شواهد العرب وفي الشعر والنثر هو الألف. فلما سمع ذلك منهم قام كده وارتجى الخطبة ارتجال كده. الخطبة دي ابن أبي الحديد بيقول كان 700 كلمة حذف منها حرف الألف يعني خطبة من أولها الأخيرة ما فيهاش حرف ألف. طب كيف قال ده أول ما حيقول ألح أول كلمة كان حيبدأ خطبة بتراء راح قال لا قال حمدت الله. شوف يعني بدل ما يجيب بدل ما يذكر الاسم أو المصدر ذكر الفعل حمدت وعظمت من سبغت نعمته وسبقت غضبه رحمته. مفيش ألفات خالص هيجي هيقول الشهادة ده هيعمل ايه اول ما هيقول واشهد هتيجي الألف راح قال ونشهد. شوف كده بدل ما يقول ونشهد شهادة قال ونشهد تشهدي او تشهدا يعني من غير ايه تشهد عبد موقن مقر. شوف كده بربوبيته مش بوحدانيته قال بوحدانيته كان رأي كان جات الألف قال تشهد عبد موقن مقر بربوبيته
راح قال ايه دلوقتي قال ايه لا قال اللهم صل على سيدنا. خطبه طويله كنت حافظ كثير منها، هي موجوده مكتوبه الخطبه كامله بس ما فيهاش في نهج البلاغه بس في الشروح. فراح قال ايه قال جاء في كلمه لازم هتيجي فيها الف اللي هي ايه ورحمته واسعه، راح قال ورحمته موسعه قلب قلب الايه الالف واو. فاول ما تيجي الف يروح يقلبها واو او يقلبها ياء او يستبدلها بنون زي اشهد يقول نشهد. وجاءت الخطبه كلها خاليه من حرف الالف فشهدوا له جميعا بالفصاح. في افصح من كده الله في ده، لو قلت لك هات سطر واحد من غير الف مش هتعرف سطر واحد. يلا يا مولانا. قال وكانت عينية أولها الحمد لله الذي يحكم في الخلق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وله المآب والرجعة، وضمير ثمنها للزوجة. يعني الثمن بتاع الزوجة ووجه كون ثمن الزوجة تسعى صار إيه؟ تسعى. أن المسألة من أربع يعني ليه عول يعني عول من 24 ويكون ثمن الزوجة يعني الثمانية العول فيها حق 24 خلاص، وفي العول بستة يكون ستة هاي بـ 12 مش هتبقى 24 2 في 6 بـ 12 إنما 3 في 8 بكام؟ 24. وغير كون ثمن الزوجة صار قطعا أن المسألة من 24 للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان. الثلثان منهم 400 والأبوين السدسان. وتبقى الزوجة فيعار لها ثلثان ثمنها 3 فتصير السهام 27 فصار ثمن الزوجة تسعا لأن الثلاثة تسع السبعة والعشرين. فالمسألة عادة 27 على 3 هتبقى ايه؟ 9 9 27 فالمسألة عادة لتسعها فينقص لكل واحد تسع ما بيده. يعني كل واحد ينقص منه ما بيده بمقدار التسع. قوله ثم أعرض عطف على وتأمل. قوله أين هو؟ أي جواب أين هو؟ فينقص لكل وارث وتجراها التسع تسع ما بيده. قوله ثم اعرض عفوا على وتامل. قوله لا ثم مش ثم اعرض ثم اعرض لو جبت ثم اعرض بهمزه ثم اعرض على عفوا تامل تامل واعرض ثم اعرض عفوا على وتامل. قوله اين هم أي جواب أين هم أي عقولهم. وقوله من ذلك أي من عقل الإمام علي بن رضي الله عنه. قوله أين هم جواب أين هم أي عقولهم. وقوله من ذلك أي من عقل علي. قل مثلا لو جبت عقول يعني الإنس والجن بعد الأنبياء ما تجد عقل زي عقل كان لي في فطنة كده وفي وله نظرة في الناس. والجواب بينهما بعد لأنهم إن أجابوا عن تلك المسألة فبعد تأمل طويل. يعني ممكن يجاوبوا يعني عنها بس بعد إيه؟ بعد تأمل وتفكير يطلع غلط ويودوها هنا ويجيبوها هنا. قوله وكذا فتواه أي تأملها. نعم. قوله هجم عليهما هجم لو ضيف اي وارد عليهما بغته يعني جاء بغته الرجل ما هجمش يعني دخل معاهم في معركه ما ضربهمش يعني ولا كيف هيكرمهم فالهجوم يعني دخل عليهما بغته. قوله ثلاثتهم بدر من الوارد. قوله ذلك اي جميعه. قوله بيننا اي تلك الدراهم بيننا. قوله نصفين حال أي مناصفة. قوله صميم الحق أي الحق الصميم يعني الجازم يعني المجزوم بكونه حقا. أما الباقي ده تفضل إحسانا عوض المجزوم بكونه حقا. نعم طبعا دي صعبة ولذلك يعني لما تجزم يعني
احيانا الانسان يترك حقه ليه؟ لانه ما فيش جزم او ما فيش تحديد، مش عارفه ايه بالظبط. فانا ليه لربما اخذ اكثر منه، فبدل ما اكون انا المظلوم ابقى انا الايه؟ الظالم. ولذلك مثلا في قوله تعالى: من اعتدى عليكم فاعتدى بمثل. فكلمة المثلية هنا لا يمكن تحقيقها. هو مثلا صفعني، ده يمكن الصفعة كده يعني هينة كده، انما انا لما اجي اردها هتجمع القوة كلها، فهتبقى الصفعة بعشرة من اللي انا اخدتهم، فيبقى هنا اصبح عدوان، لانه ربنا شرط المثلية. يبقى هتضطر انك انت السامح، لانك مش هتستطيع تحق، عاوز تاخد حقك قول ايه؟ المثل. انما نزلت هتبقى معتدي، وحيبقى كمان هو من حقه يصفع الثاني، هيبقى فيها دور ويصفعني ويصفع الحديث، ما تتحقق المثليه ولن تتحقق. فليس هذا في الحقيقه اذا تاملت امر برد الاعتداء، ولكنه امر بترك اخذ حقك، يعني بالعفو، لانه امام امرين: يا تاخذ المثليه فقط، ها، يا تعفو. مش هتستطيع تحقيق المثليه. طب ممكن هو ضربك مثلا، جات في اذنك، انت هتضربه، مش هتيجي بالضبط في نفس المكان، ممكن تيجي في عينه، او ممكن تاخذ الاذن وهي ما جاتش، او ممكن تاخذ الراس، او ممكن يكون عنده ضرس تعبان يروح يوقع. هندخل نفسنا في احتمالات؟ لا يا عم، انا مش عاوز، لانه الشرط يكون الايه المثليه. فاذا عجز عن تحقيقها يبقى يعفو احسن. يعني لأن الآخر عندما قال له مناصفة، كأنه يعني هو يسامح إذا كان له أقل من ذلك. فإذا كان في تراضي ما فيش مانع أخذ زيادة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. طالما في تراضي أخذ ما يزيد عن صميم الحق. فعشان كده بقول له خذ ما أعطاه، لأنه لو كان أعطاه المناصفة يعني أربعة وهو غير مسامح لا يجوز أيضا. إنما متى يجوز؟ حتى لو أعطاه الكل ظلمة في تراضي خلاص، يعني جينا حسبنا وطلع لزيادة وقلنا خلاص أنا مسامح أو مش عاوز. أو خذ ما أعطاك لعله أمره بذلك لكونه فهم سماحة الآخر. يعني لا يجوز له أن يأخذ هذا إلا مع مع تسامح الآخر. ما دامت فيه مسامحة خلاص، احنا شركاء مع بعضنا، مسامحة خلاص. قوله إن كان، أي أخذته إن كان، قوله وصدره وقدر حال، وقدر ما أكل كل منكما. وقدر شنو؟ وقدر ما أكل كل منكم غير معلوم. يبقى في واحدة تاني. ها؟ الجملة. لا، ما فيش قدر تاني. قال أكلتم ثلاثة من ثمانية أرضكم، وقدر ما أكل كل منكم غير معلوم.
كررة واحدة بس يبقى الحالة عن الجملة. قوله وقدر ما أكل كل منكم حال. قوله 24 أي ثلثا يعني تصير الثمانية الرفع 24 ثلث. نعم. هتقسم بينكم بالتساوي، بمعنى كده أنت أكلت ثمانية أثلاث، وهذا ثمانية وهذا ثمانية أثلاث، وكده وصلنا إلى الإيه؟ إلى 24. قوله كذلك تسعة أي تسعة أثلاث. قوله أكلت منها ثمانية أي برغيفين وثلثين. قوله رقية واحد أي ثلث واحد أكله القادم. يعني الثلث الباقي هو اللي أكله القادم، وهو اللي أنت تستحق الدرهم في مقابلته. قوله ورقية سبعة أي سبعة أثلاث أكلها القادم، فكل واحد من الثلاثة أكل ثمانية أثلاث برغيفين وثلثين. يعني هم كم رغيف؟ كم رغيف هم؟ ثمانية. كل واحد كل رغيفين وثلثين، يبقى رغيفين وثلثين يبقى كم كده رغيف؟ ستة. ست أثلاث رغيفين وثلثين. ست أثلاث. ست أثلاث دول الثلاثة بواحد، يبقى الاثنين ست أثلاث باثنين يبقى كده ثمانية. أشوف تقسيم الحساب، ستة أرغفة وست أثلاث يعني إيه؟ يعني ثمانية. ما هو كل ثلاثة أثلاث يعني رغيف، والرغيف بيقسم ثلاثة يبقى كده ثمانية. شوف سيدنا علي بيعلمنا الهندسة والرياضة والحساب. قوله لذلك أي لما أكله. قوله ما منحكما أي أعطاكما من الضراع. ما منحتما يعني أي أعطيتماه من الأرغفة، يعني الغنم الغنم اللي هتاخده من الفلوس بالغرم اللي انت دفعته من العيش من الأرغفة. ما منحتما يعني أي أعطيتما. فمن أخذ منه ثلثا يأخذ منه درهما، أخذ منه سبعة أثلاث يأخذ سبعة درهم. يعني شوف اللي أخذ ثلث يأخذ درهم، واللي أخذ سبعة أفلاس يأخذ إيه؟ سبعة درهم. قوله كذا وكذا إجمال من الراوي عن علي، وإلا فعلي صرح بالورثة. يعني بدل يقول لك قال لها كذا وكذا يعني كأنه مش عاوز يحكي الموضوع، يعني قال لها اللي قاله لها، لكن لا سيدنا علي صرح. قول ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة والإشارة بذا للدرهم. قوله لم يظلموك، لأن أصل المسألة من 24 وتصح من 600 للزوجة تحكم من 8، وللأم الثلث من ستة، وللبنتين الثلثان من ثلاثة، وهي داخلة في الستة. شوفيها ثمانية وستة وثلاثة، فهنا الستة داخلة فيه الثلاثة داخلة في الستة. نعم. وهي مع الثمانية متوافقة بالأنصاف، فاضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يخرج 24. للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللبنتين ستة عشر. ستة عشر عشان الثلثان. نعم. يبقى واحد للعصبة، وهم اثنا عشر أخا وأختا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو منكسر مبالغ، وتضرب عدد رؤوسهم وهو 25 في أصل المسألة، يخرج ستمائة قدر التركة. والرجل ذو درجة إن مات أخي وخلف إيه 600، يبقى قدر التركة 600. عارفين في الحساب في حاجة اسمها البسط والمقام، عشان كده واحد.
فتضرب عدد رؤوسهم هو 25 في أصل المسألة يخرج 600 قد ابتغت ومنها تصح. فمن له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة. فللزوجة 3 في 25 ب75. يعني الزوجة نصيبها 75 عشان التمن مش كده؟ وللأم 4 في ذلك ب100 وللبنتين 16 في ذلك ب400 وللعصبة 1 في ذلك لكل ذكر 2 وللأخت 1. يعني كل ذكر 2 هم كام؟ 12 ب24 بقي 1 للمسكينة. قوله مما حاله قوله خارج عن الأصل لا يمكن حصره. قوله القدسي أي منزه أي مطهر. يعني فانظر هذا الإدراك القدسي الفائق. القدس يعني منسوب إلى القدس، مش القدس إلى القدس الروح. سيدنا جبريل ربنا سماه روح القدس بضم الدال وتقرأ بالإسكان أيضا. فإسكان القدس إسكان داله دواء لكثير ولي القدس. يعني مش معناها بيت المقدس إنما معناها الطهر، زي سبوح قدوس طهر. فإسناد القدس إلى الإدراك مجاز عقلي. وقوله الفائق أي الفائق صاحبه كالتفسير لما قبله. قوله عنده متعلق بالضرورية أي عند ذلك الإدراك أي عند صاحبه. قوله كيف خبر يكون مقدما عليها. يقول كيف فانظر إيه في المدح، فانظر هذا الإدراك كيف يكون إدراكه. قوله كيف خبر يكون مقدما عليها أو حال وكان تاما. كان تاما يعني تاما تكتفي بإيه؟ بالمرفوع مش عاوز خبر، عشان كده إيه كان تاما. أي يكون ذلك الإدراك عظيما. وقوله لما أي للذات العلية أي من حيث اتصافها بالصفات، لأن الأدلة لم تكن على الذات من حيث كلها. قوله الشواهد أي الأدلة. قوله بأدلته أي بالأدلة الدالة عليه. قوله وبه أي بما كثر أي بمعرفة صفاته. قوله أولع أي تولع. قوله وعليه أي على معرفته. قوله ربي بضم الراء وكسر الباء. وعليه ربي بضم الراء ربي وكسر الباء المشددة وفتح الياء ربي أي تربى. وبفتح الراء والباء بعدها ألف أينما. وعليه ربى بفتح الراء والباء تبقى ربى. وعليه ربى أينما ممكن تبقى عليه ربي يعني يمشي كده ويمشي كده. قوله وذلك أي ما كثر الشوارب عليه. وهو العلية على حذف مضاف أي ومتعلق ذلك. قوله ثم هو أي الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. توقفنا هنا. ثم هو يقول هنا أولع وعليه أو عليه ربى أو عليه إيه ربيا من لدن إيه إثغاره. وذلك اللي هو عليه ربي معرفة إيه المولى عز وجل. ثم هو مع هذا كله كان يقول في عمر رضي الله تعالى عنه لما مات أعرفنا بالله تعالى. مين اللي بيقول كده؟ في حق مين؟ وسيدنا عمر طبعا بيقول في حقه أكثر من ذلك. إذا هذا كلام سيدنا علي في حق سيدنا عمر هذا رد قوي على الشيعة. خلاص نشوف بيقول إيه مات أعرفنا بالله. وذلك نقل عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه لما قتل سيدنا عمر قال إيه قال مات 9 أعشار العلم. يعني بقي إيه 9 أعشار بقي هم 10 أعشار ماتوا 9 بقي كام 1.
يبقى لما يبقى العشر اللي بعد ما مات سيدنا عمر هو الأمة عايشة فيه إلى الآن ده، وأظن العشر اللي باقي هنقسمه تسعة، هنقسمه عشرة أعشار مات منها تسعة برضه، وباقي إيه؟ واحد من مئة. آه واحد من مئة، هو الواحد من مئة ده إن شاء الله ما يموتش يعني بإذن الله ده. فقالوا له كيف تقول ذلك لابن مسعود، كيف تقول مات تسعة؟ ده فينا من هو أعلم من عمر، فينا ابن عباس وفينا سيدنا علي وفينا أنت ابن مسعود، سيدنا عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. فقال لم أرد علم الفتية والأحكام، إنما أردت العلم بالله. هنا مات أعرفنا بالله، قال أردت العلم بالله، ما أردتش الفقه والشريعة، ما أنتم كلكم علماء. أيوة التصوف. فهذا رد على مين؟ على الوهابية عشان إنكار التصوف، ورد على الشيعة عشان تنقيصهم من مين، ورفضهم لسيدنا عمر رضي الله تعالى. فشوفوا الحق بيرد عليهما معا، الرد على واحدة يستلزم الرد على الأخرى، فهم الاثنين محتاجين إن شاء الله يعني قصمة واحدة بإذن الله. وقال سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه ما رأيت أعرف من عمر، يعني ما رأيت أعرف بالله من عمر. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم، ما اللي يجي كيف يقول لك سيد كده، معنى كده أنه سيدنا عمر أعلم من سيدنا علي؟ قال لك سيدنا علي في الفروع وفي الفقه وفي الشريعة أعلم، أما في الناحية الثانية اللي هي التصوف وناحية المعارف اللدنية سيدنا عمر. شفت كده؟ يعني ما فيش إيه تعارض أو تناقض بين الإيه بينهما في التصوف، تمام؟ وقال أو سعيد بن المسيب ما رأيت أعرف من عمر. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى، يعني رؤية، طبعا رؤية الأنبياء حق، رأى أنه شرب لبنا حتى كاد الري يخرج من أظفاره، وأعطى فضل ذلك اللبن لعمر، يعني شرب لبن كثير وتبقى إيه فضله، فأعطاها لمين؟ وأول صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا بالعلم، يعني ما تبقى من علمه خذ مين؟ وكان عمر رضي الله تعالى، أشوف ده هيشرح لك إيه العلم اللي كان عند سيدنا عمر، عشان ما تقولش حاجة في حق واحد منهم. المزية لا تقتضي الأفضلية، لكن الأفضلية راجعة لأشياء أخرى، ترتيبهم في الفضل كالخلافة، يا سيدنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كان لسيدنا الإمام مالك كان يقدم علي على إيه؟ على عثمان، ولكن رجع عن هذا فقدم مين؟ يعني كان في الأول لرأي إنه إيه علي أفضل من إيه من عثمان مش من أبو بكر عمر، ولكنه رجع عن هذا القول إلى قول مين؟ إلى قول الجمهور. فإيه اللي يدل على أنه علم سيدنا عمر أكثر بس في ناحية إيه؟ العلم المكاشفة اللي هو العلم اللدني؟ الحديث الصحيح في البخاري إن في من قبلكم محدثون وإيه؟ وإن يكن من أمة أحد فعمر، ولم يقل فعلي. يبقى مين اللي في المكاشفات ومين اللي كان ينزل القرآن موافق لإيه؟ لرأي سيدنا عمر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه مكاشفا لا يقدر بذهنه شيئا إلا كان كذلك، يعني اللي بيجي على باله روح نازل بيه بسرعة مين؟ سيدنا جبريل، وما وردش كده عن مين؟ عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، إلا كان كذلك. فإذا كان يرتسم في مرآة ذهنه الصافية ما لا دليل عليه ولا أمارة، فكيف يكون ذهنه بمعرفة من الكائنات كلها مطبقة على واضح الدلالة عليه جل وعز؟ يا
يعني عاوز اقول لك ايمان سيدنا عمر ده لا يمكن يكون عن تقليد، وانما كان عن ايه؟ عن معرفة كاملة. وانظر قوله رضي الله تعالى عنه لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيخبر سيدنا عمر بايه؟ بفتنة القبر وسؤال الملكين وصفتهم، يقول ده ما ملكان غلاظ يجي لك في القبر يقول لك من ربك؟ بيخوف مين؟ بيخوف سيدنا عمر، بيهول له امر الايه؟ الملكين. فقال عمر يا رسول الله ايكون معي عقلي؟ يعني لما يجي يسالوني حكون مغيب ولا حكون عقل حاضر؟ قال نعم، يعني يكون ايه؟ فقال اذا اكفيكهما، يعني انا اطمئن انا حق يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر لموقن مصدق، فانظر الى وثوقه رضي الله تعالى عنه بنظر عقله وعدم اكتراثه بمناظرة من علمه مترك من علم اليقين إلى عين اليقين وهم الملائكة، ولم يخف أن يشغل فكره هول منظرهما، ولا فظاعة القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة. وهل تصدر هذه المقالة إلا ممن مزجت معرفة الله تعالى بلحمه ودمه حتى تلاشى عنده كل ما سواه ولم يخف غيره؟ وانظر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر لموقن. في بعض الآثار وفي بعض الروايات يقول يا سيدنا عمر رآه أحد أبنائه بعد موته أو بعد دفنه وقال ماذا فعل معك الملكان؟ عملوا يا معك لما يجولك شو سأل بيقول يعني عقلي يكون معاي عند السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. فأول ما يجوله أول ما دفن من ربك؟ ومعاهم طبعا الحرب ومعاهم فرح ايه نزع الحرب او الحاجة اللي معاهم من ايه من ايديهما وقال والله لا اترككما حتى تقولا من ربكما. نشوف القوة بتاع سيدنا عمر، فيعني مش هام المسألة هذا الايه ان عمر ايه موقن وايه ومصدق. يلا قال المحشي رحمه الله قوله ثم هو أن سيدنا علي رضي الله عنه. انت ما تستطيعش تنظر يعني مجرد لما تشوفهم كده هتصحى تروح ميت تاني من هول المنظر. ايش معنى كلام هذا الاثر ان هو اللي بداهم بالسؤال؟ وانا اخترعته هم بداهم بالسؤال، هم المفروض ما يروحوش ناحيه سيدنا عمر خالص، يعني ما يروحوش ناحيه. قوله ثم هو أي سيدنا علي رضي الله عنه وأبوه وكرم الله وجهه، قوله مع هذا أي مع ما ذكر من الآثار الدالة على كمال معرفته، قوله مات أعرفنا وإذا كان كل عارفا وعمر رضي الله عنه وأبوه أعرف فلا يصح القول بأنهم مقلدون، قوله ما رأيت يعني بيقول مات أعرفنا يعني كلنا على معرفة بس هذا هو إيه يعني مش مقلد، فلا صح القول بأنه في واحد من الصحابة مقلد. قوله ما رأيت أي علمت، قوله الرية أي اللبن الذي حصل به الارتواء، قوله بالعلم أي فيدل على أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عارف لا مقلد، لأن رؤيا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حق. قوله مكاشفا بفتح الشين أي مكشوفا له الأمور المغيبة وبكسرها أي مطلعا على المغيبة رضي الله تعالى عنه مكاشفا أو مكاشفا تمشي الاثنين بس ده على معنى وده على معنى. قوله لا يقدر أي يلاحظ، قوله في مرآة ذهنه من إضافة المشبه به ذهنه كالمثال، قوله ما لا دليل عليه ولا أمار أراد بالدليل ما يدل على سبيل القطع وبالأمارة ما يدل على سبيل الظن،
نحو هذا يطوف في الليل بالسلاح وكل ما هو كذلك فهو سابق. احنا لما كنا نقول مركب من مقدمة ظنية أو ظنيتين هو ده، لأنه ده كل ما يطوف بالليل بالسلاح فهو إيه؟ سارق. وكل وهذا ظن، ده مش يقين، ده إنه ممكن يكون يطوف بالسلاح ليس سارق، ممكن يكون شرطي أو حارس. قوله فكيف يكون ذهنه، أي فكيف يكون ذهنه بمعرفة الله الذي أطلقت الكائنات على الدلالة عليه دلالة واضحة، أي فتكون يعني إذا كان ده حاله أمال كيف يكون ذهنه بمعرفة إيه؟ بمعرفة ربه. يعني عاوز أقول لك المعرفة هتكون مرتسمة أو كاملة بطريق أولى إذا كان ده حاله في الأمور. أمال كيف يكون في إيه؟ في المسألة المهمة الكبيرة، من باب إيه؟ من باب أولى. قوله فكيف يكون ذهنه، أي فكيف يكون ذهنه بمعرفة الله الذي أطبقت الكائنات على الدلالة عليه دلالة واضحة، يعني الكائنات كلها مطبقة على أنها تدل على مكونها. وذلك ابن عطاء الله يقول لا ترحل من الأكوان أو من كون إلى كون فتكون كحمار الإيه؟ الراحة. المكان الذي ارتحل إيه؟ منه هو الذي ارتحل إيه؟ إليه. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. أي فكيف يكون دينه بمعرفة الله الذي أطبقت الكائنات على الدلالة عليه دلالة واضحة، أي فتكون تلك المعرفة مرتسمة في ذهنه بالطريق الأولى، وحينئذ فلا يكون مقلدا. قوله وانظر، قوله وانظر، أي قوله الآتي، قوله أي قوله الآتي، أي إذن أكفيكهما. وقوله وسؤال الملكين عرض تفسير، قوله وصفتهما أي من كون أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف. قوله إذا أكفيكهما إذا كان معي عقلي فلا أفتقر لمن يعينني عليهما ولا أبالي بهما. قوله لم أقم أي لعارف بالله. برضو نقل عن بعض المشايخ برضو من أهل العلم اللي هم أهل المعرفة اللي كانوا يدرسون علم التوحيد، إنه حكي لنا برضو عن بعض مشايخنا سألوه بيقولوا له إيه، وأنا قرأتها بس مش عارف في أي كتاب، يقولوا له من ربك، سؤال الملكين في القبر. قال أنا جلست أعلم الناس 50 سنة الإجابة على هذا السؤال، فكيف أسأل؟ ده أنا لي 50 سنة بعلم الناس كيف يردوا عليكم يسألون أنا؟ نعم؟ مين هي موجودة تقريبا يمكن في حاشية الزاجوري ورأت هذه قوله لم يقل أي عارف بالله، يمكن يكون هو السنوسي. ما يقول أنا من 50 سنة علم الناس يردوا على السؤال، يعني قال لهم أفلمثلي تقولان هذا؟ فحش عيب يعني. فين في أي مكان؟ في أم إبراهيم صح، تذكرت بها. يعني قال لهم معاكم أسئلة ثانية غير ذا؟ يعني عاوز يقول لهم يسألونا في المنطق في القياس بلاش الأسئلة دي، عاوزين يشوفونا حاجة في كنا حاجة في الشمسية الكبرى في الموجهات بس. قوله لموقن أي لعارف بالله. ومن وصفه صلى الله ومن وصفه صلى الله عليه وسلم بالمعرفة لا يكون مقددا. قوله فانظر شرع لقوله وانظر قوله إلى أكل. قوله اقترافه أي مبالاته. قوله مترقم المراد أن الحاصل له ابتداء عين اليقين الذي هو أرقى وأعلى من علم اليقين. قوله علم اليقين هو العلم الحاصل بالأدلة والمكاشفات، بخلاف عين اليقين فإنه العلم الحاصل بالمشاهدة أو الحواس. في علم يقين هنا مهمة دي، اشرح لك علم اليقين
وحق اليقين وعين اليقين. علم اليقين هو العلم الحاصل بالأدلة، من الأدلة اليقينية والمكاشفات بخلاف عين اليقين، فإنه العلم الحاصل بالمشاهدة والحواس. وأما حق اليقين فهو العلم بالله الحاصل عند فناء صفات العبد في صفات الرب بأن يذهل عن ذاته وصفاته. يعني يذهل يعني يصبح في ذهول فلا يدري ذاته، وإنما لا يعلم إلا ذات المولى وصفاته تعالى. يفنى يعني عن ذاته وصفاته. وأما حق اليقين فهو العلم بالله الحاصل عند فناء صفات العبد في صفات الرب بأن يذهل عن ذاته وصفاته ويلاحظ أن يعني يذهل مش في اتحاد وحلول زي ما بيقولوا الجماعة المجانين لو يرموا التصوف بالزندقة، لا، هو يحصل له يعني ذهول، هو مقامات وأحوال، يعني هو فني عن ذلك، غاب عن إيه؟ عن يعني ذهل، حصل له ذهول. يعني هو جاء في القرآن لما رأينه، لما شافوا يعني جمال سيدنا يوسف وافتتنا أكبرنه، وحصل عندهم إيه الذهول ده، وقطعنا أيديهن، وهم مش دريانين يعني في حال إيه ذهول. وأما حق اليقين فهو العلم بالله الحاصل عند فناء صفات العبد في صفات الرب بأن يذهل عن ذاته وصفاته إذا كان هو بيذهل عن ذاته وصفاته، وحتى يعني هو فاني عن نفسه مش دريان بنفسه، احنا بنسميه ايه المجذوب او حاجة زي كده. الامام الجنيد بيقول ايه، منذ 30 سنة وانا اخاطب الله والناس يظنون اني اكلمهم. قال فاكريني بكلمهم محمد. قال 30 سنة وانا بخطابي مع الله مباشرة، ودول فاكرين المغفلين بكلم معهم. ابو الكلمة اللي بيخاطب منهم. نعم؟ والكلمة اللي بيخاطبنا احنا اللي بيخاطب ربنا. مين؟ والكلمة اللي بيقولها دي منذ 30 سنة. وليه؟ بيقولها الرب نور. ما يمكن يعني يخلص الكلام بعد 30 سنة ده وخلاص بدأ يكلمنا احنا. قول عن اللي فات كله ما فيش معاكم او بينبههم. واما حق اليقين فهو العلم بالله الحاصل عند فناء صفات العبد في صفات الرب بان يذهل عن ذاته وصفاته ويلاحظ ان سمعه هو سمع الرب. يعني لا يلاحظ انه في سمع ذاتي ولا بصر ذاتي ولا اراده ذاتيه، يشعر ان هذا كله ايه السمع والبصر وكل حاجه عنده هي بتاعت مين؟ هي لله تعالى. ولذلك في الحديث القدسي كنت ايه سمعه وكنت بصره، خلاص فني عن ايه، وهو ده معنى الاتحاد اللي هو ايه اتحاد المراد. وعلمك ان كل الامر امري هو المعنى المسمى باتحاد، يعني فني عن مراده فاصبح لا يريد الا ما يريده ربه. ما هو قلنا لك يعني هو السمع الحقيقي ده اللي انت بتسمع به سمع ذاتي فيك ولا من الله تعالى، خلاص. والعلم من الله تعالى، يعني علوم الخلائق كل هذه ان هي الا ظلال علمه تعالى، لان الله تعالى قال وما اوتيتم، خد بالك انت اوتيتم، يعني العلم ده مش ده انت اوتيتم مش فيك، ليس امر ذاتي، يعني انت لا عندك علم ولا عندك قدره ولا عندك شيء اصلا، وكل ده من علمه سبحانه وتعالى. ذلك العلم والقدرة والحاجات دي صفة حقيقية لله ليس له فيها مشارك، خدت بالك من كده؟ فالعلم كله رد إليه والأمر إليه والإرادة إليه، ألا له الخلق والإيه؟ وما نزلت الآية دي سيدنا عمر قال من بقي له شيء فليأتي به، له الخلق وله الأمر، حد لي حاجة ثانية؟ لا السمع اللي هو السمع اللي هو يعني ايه اللي مش السمع اللي هو بتاع اللي انت فاهمه ده، زي ايه الكفار كان لهم اسماع وابصار مش كده، ومع ذلك قال الله ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. السمع اللي هو هيترتب عليه الفائده مش السمع.
وتراهم ينظرون فأثبت إليه وهم لا يبصرون. كيف ينظرون وهم لا يبصرون؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله. يعني السمع اللي هو اللي بيأتي منه الهداية والفائدة، وليس السمع اللي هو إيه، لأنه هذا ثابت لهم. يعني مثلا في قوله تعالى إيه، يعني في فرق بين اللي هي بيسموها خلق للتوفيق، خلق الهداية في العبد، مش كده؟ خلق قدرة الطاعة، اللي هي التوفيق. يعني شوف كده في قوله تعالى وما في سورة هود، لا يقوم جدي، اللي هي أولئك يعرضون على ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا فيه. كيف كانوا لا، لو كانوا مش بيسمعوا السمع اللي انت بتفهم ده ما كانش مكلفين اصلا، انما ما كانوا يستطيعون السمع اللي هو حيوصلهم الى المعرفه. كان الجاسية مولانا نص في الاسلام فمن يهديه يعني توضح ان السمع المرتب عليه الهدايه، انما كونه كان يسمع الصوت كان يسمعه لكن ما كانش يصل الى قلبه السمع المترتب عليه. هات كده الآية من أولها، ويقولها الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله الذين يصدون عن سبيل الله ويظنونهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين وما كان لهم من دون الله ضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يبقى أثبت لهم السمع اللي هو الحسي ونفى عنهم السمع اللي هو الهداية. مش بتستدوج انت، مش بتتذوق تستدوج طبعا. اقول لك ايه، الانسان يعني يتذوق، من ذاق عرف. افرض ما تعرفش تتذوق، خلاص اسكت لحد ما ايه خليك في الحش. وهكذا كما وقع للحلاج حيث قال ما في الجبة الا الله. يبقى كلام الحلاج لو اخذناه بظاهره ليه كلام في التوحيد، كلام مؤثر وكلام مهم جدا، وده الكلام بتاعه ذكره الإمام القشيري في الرسالة. قال ألزم كل الحدث كلام، وفي مباينة بين المخلوق والخالق. وحتى ابن تيمية لما سمع كلامه قال هذا كلام حق، وبعض الأئمة قالوا إذا كان هذا الكلام ليس توحيدا فليس في الدنيا توحيد. يبقى اختلف العلماء في الحلاج، منهم من كفره وحكم عليه بالزندقة وكذا، فسئل بعضهم والذهبي ذكر الكلام ده ورد عليه، بيقولوا له ايه رأيك في الحلاج؟ قال اعتقد انه رجل من المسلمين فقط. قالوا كثير من العلماء يكفره، قال ان كان الذي رأيته في الحبس لم يكن توحيدا فليس في الدنيا توحيد. كلامه في التنزيه عالي جدا، وذكره الإمام القشيري في الرسالة. ولكن الذهبي سامحه الله، يقول إيه، يقول أصله لما رأى الموت أو لما كان في السجن وعذب فاضطر إيه يرجع ويقول الحق ويتوب. يا أخي لو أنت شعرفك أشققت عن قلب الحلاج، مالك أنت من الموضوع؟ مش عرف انه كان يعني يقولك لما شاف التعذيب وكذا راح ايه قال ايه تاب وبدا يقول كلام كويس. طب الكلام اللي قاله ده اللي هو المنور ده اللي هو البلاغه العظيمه دي اللي هو الانبياء، يا ريت معانا الرسالة القشيري كان قرات بكم كلام ليه الحلاج من ابدع ما يمكن. حتى ابن تيميه لما سمعه قال ده كلام حق لا تماقله العيون ولا تدركه الظنون ولا تحيط به الأوهام. كلام في التوحيد راقي جدا. وإذا يحمل كلامه اللي هو ما في الجبة إلا الله يؤول، هات معنى صحيح يا أخي معك الرسالة في الأول في التوحيد بعقائد الصوفية أول الأبواب. اكتب الحسين بن منصور، الحسين بن منصور الحلاج، او تكتب الحلاج هيطلع لك النص.
بس هو بين ما جابش الاسم كله الحسين بن منصور لكن معروف الحلاج. والله كلام جميل من اجمل ما يمكن. لماذا قتلوه؟ لماذا قتلوه؟ وكم قتل من قتل؟ طب وسيدنا عمر قتلوا ليه؟ وسيدنا عثمان قتلوا ليه؟ وسيدنا علي قتلوا ليه؟ وسيدنا الحسين قتلوا ليه؟ سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود يا فراج سيدنا عبد الحليم محمود قتلوه برضه؟ لا لا يا فراج يا فراج لا لا لازم قتل سياسة ومن قتل مظلوما قتل ظلما قتل عدوانا ومعظم المقتولين كذلك من اول جريمة قتل مين قتل مين ها؟ هل كان قتل يعني بحق ولا بظلم؟ ظلم حقد كبر. قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني لا على بنص اني اخاف الله رب العالمين. فيها كلمه ممكن تجيب الكلمه لا تماقله العيون اكتب كده لا تماقله في الرساله القشيريه لا تماقله العيون او لا تقابله الظلم هذا تورط النمر ده والله حلوين صعبين انا عاوز اصلي بيهم العشاء يعني كاد هذا الكلام كاد ان يكون قرانا ولا الزم ولا الزم كل الحدث اخبرنا الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي ما تجيب عشان الميكروفون الاجرام في الميكروفون قال سمعت ابا ناصر احمد المسائي الاسبنجاد قال المسلم بن منصور لا هات هات اقرا لك قال سمعت الحسين بن منصور الومين الحلاج امسك يا عم البلوى ده مقصي صلي مع الحلاج يقول قال الحسين بن منصور ألزم كل الحدث لأن القدم له فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه والذي بالأداة لبعضهم هنا والذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه والذي يؤلفه وقت يفرقه وقت والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه ومن آواه محل أدركه أين ومن كان له جنس طالبه بكيف إنه سبحانه لا يظله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله حد ولا يزاحمه عند ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم ينفه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس وصفه لا صفة له وفعله لا علة له وكونه لا أمد له تنزه عن أحوال خلقه ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه وإن قلت هو فالهاء والواو خلقه وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده فالحروف آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه فين وحدة الوجود فين الحلول وفين الاتحاد ما تصور في الأوهام فهو بخلافه كيف يحل به ما منه بدأ أو يعود إليه ما هو أنشأه لا تماقله العيون ولا تقابله الظنون قربه كرامته وبعده إهانته علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن القريب البعيد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله ابن تيمية لما اسمعهم قال ده كلام جميل
أظن الفضل ما شهدت به الأعداء. ابن تيمية قال كلام حسن. شهادة ابن تيمية موجودة. اللي ما عجبهوش الكلام ده قال الذهبي قال ربما يقول قال شاف الموت وشاف التعذيب. أبو برد في حالة الموت في عقل يقول الكلام المصدر المنظم ده هيقول كلمتين ويرتبك يقول مثلا لما الكلام ده النظم ده يقوله يبقى. وده في رسالة الإمام الخشير وجبنا النص. يلا قوله فظاعة أي بشاعة فظاعة أي بشاعة وقبح فظاعة أي بشاعة وقبح. نعم قوله مزجت فظاعة يعني بشاعة وقبح مزجت كده مزجت كناية عن تمكنه من المعرفة. وهل تصدر هذه المقالة إلا من مزجت معرفة الله بلحمه ودمه؟ ده كناية طبعا عن تمكنه من المعرفة لأن المعرفة شيء معنوي لا يمزج. أو شوف هنا عارف لو كان في حلول أو اتحاد كان يبقى فيه مزج. يبقى هنا مزج بين إيه؟ بين معنى وبين لحم ودم ينفع؟ يبقى ده ايه ده مجاز. مجاز المجاز ده باب واسع. قوله تلاشى اي اضمحل وذهب عنده كل ما سواه فلا يرى الا الله. هو ده اسمه وحدة الشهود دي. يعني كله اضمحل وكله ذهب فلا يرى الا الله. قوله لموقن اي متيقن معانا. قوله وهو الصادق المصدوق أي النبي صلى الله عليه وسلم والواه للحال. والصادق أي فيما أخبر الناس به. قوله المصدوق أي المخبر بفتح الباء عن الله الصدق أي أن ما أخبره به الملك عن الله صدق. وقال صلى الله عليه وسلم في سيدنا عثمان وقال صلى الله عليه وسلم هو بيجيب فضائل الصحابة كله. وبعدين أوقاف عملنا لك الجمعة الجاية عن فضائل الصحابة مش كده؟ يا لا يا ريت احنا عاوزين نكثر الكلام في الصحابه وفي التابعين بلاش موضوع ليه تجديد مش عارف ولا ايه والارهاب وكذا ما مش هيخلص. وقال عليه الصلاه والسلام في عثمان رضي الله عنه انه لتستحي منه ملائكه السماء. وروي أنه لم يكن يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله. يجي الجماعة السلفية يقول لك بس كده خلاص ده يعني معناه كده ربنا في السماء يعني كده هيستدل على كده بأنه إيه السماء. ده مرة واحد قال لي أخي لو ربنا مش في السماء أما ربنا تعب النبي في الإسراء وده آخر الدنيا عشان اللي الإسراء ده كله في الآخر روح ما يلقاش حاجة. وفاهم إنه يعني رايح المشوار ده. سبحان الله اللي فهم فيه. وروي أنه لم يكن يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله. وذلك ثمرة المراقبة التي هي ثمرة كمال المعرفة ورسوخ اليقين حتى كأنه يعاينه. وذلك في الحديث جاءت الكاف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يعني تعاينه تشاهده. وقال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لو كشف الغطاء عن أبي بكر ما ازداد يقينا. يعني يقين اللي هو في قلبه ده يعني زي يعني لو شاهد نفس اليقين مش هيزيد يقينه. يعني إيمانه الغيب ده كأنه عاين اليقين. فلو زاد يعني مثلا لو أنت مثلا حاجة بتؤمن بها مصدقة رحت شفتها بعينك هيزيد إيه؟ إنما هو بيقول لك لو كشف الغطاء عنه مش هيزيد لأنه اليقين اللي عنده أعلى حاجة مش هيزيد تاني. وقال ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام وإنما فضلكم بشيء وقر في اللي هو إيه اليقين ده بشيء وقر في قلبه اللي هو إيه كمال اليقين ما
بدليل ايه؟ ما ازداد، لانه وصل الى الكمال. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام عن فضائل عمر رضي الله عنه، فقال: لو لبثت فيكم ما لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ما وفيت بفضائل عمر، وإنه لحسنة من حسنات أبي بكر. والله لو سمعوا الشيعة الكلام ده يعني هيفروا مغشيا عليهم. ده بيقول لو 1000 سنة عمر سيدنا نوح، وده كله مش هخلص ايه فضائل عمر، وده كله ايه حسنة واحدة من حسنات ايه، وما عسى ان اعد من محاسن الصحابة ومآثرهم. ده كلام مين ده؟ السنوسي. ويكفي في رسوخ معارفهم وقوة، مش جبريل ده، خلاص انتهى كلام سيد. وما عسى ان اعد من محاسن الصحابة ومآثرهم، ويكفي في رسوخ معارفهم وقوة إيمانهم قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فانظر هذه الشهادة العظمى في حقهم الصادرة من ملك الملوك العالم بخفيات الضمائر. ويكفي في إمامتهم لجميع الخلق، ولا يكون كذلك إلا من بلغ المرتبة العليا في الاجتهاد قوله، يعني ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولقد كانوا رضي الله تعالى عنهم متعرضين لدعاء جميع الخلق إلى الله وإقامة حجة الله عليهم، وإليهم المرجع في أزمنتهم في المسائل المعضلة وجميع الحوادث النازلة، ولقد أساء الفخر الأدب في حقهم، وهي خلسة خلسة اختلسها الشيطان منه. فقال، يعني هو الفقر: الصحيح عندنا أن المقلد من أهل النجاة، وإلا يلزمنا تكفير أكثر الصحابة والتابعين، إذ نعلم بالضرورة أن أكثرهم لم يكن عالما بهذه الأدلة. فانظر هذه المقالة ما أشنعها، وله زلات في العقائد معروفة نبه عليها ابن التلمساني وغيره، وكأن مقالته هذه مقالة من توهم أن العقائد إنما تعرف بالتمشدق باصطلاحات أحدثها المتأخرون وصور تركيبات للأدلة. ونحن هنقف عند إيه؟ وألزمهم كلمة ويكفي، عنده ويكفي. يعني أول واحد نقف عند أول واحد في زودين الحاشية. قوله: لتستحي، واستحياؤها إنما يكون من عارف أن مقلد جاهل. والملائكة تستحي من الجهلة؟ قوله: لم يكن. وذلك لأن العلو الحسي الثابت للسماء لما كان مشعرا بالعلو المعنوي الذي هو وصف للرب، صار النظر للسماء كأنه النظر للرب، فلم يرفع نظره إليها حياء من الرب، لا لكون المولى فيها تعالى عن ذلك. شوف كده استشعر إيه عقائد الإيه السلفية، فنبه على ذلك. يعني رجل من أهل البصيرة والكشف، فربنا جابهم. قوله: وذلك، هي عدم الرب. تعرف الكتب دي بركتها، شوف لي كم سنة السنوسي؟ 800 وكم؟ 95. الكتب هي موجودة وبنصورها وبنطبعها. في كتب متألفة لا يمكن 5-6 سنين في الكليات، اترمت في واتباعت في اتحرقت. ليه ما فيهاش؟ شوف كده، يعني الناس دول أهل كشف وأهل بصيرة. شوف كتاب سيدنا الإمام الدردير وكتب هي الباقية. يعني مثلا أنا مثلا في الكلية، مثلا أستاذ في الكلية أو كذا، أو مع عميد الكلية، بيجوا يجيبوا الكتاب بتاعي خوفا. لو شالوني بكرة هتشال الكتب كلها، هتترمي بره. الله يرحمه كان سيدنا الشيخ طنطاوي، كانت كتبه كلها بره بعد الممات ولا كتاب يعني. ما خلاص بقول لك، يعني موضوع ايه بس، انما السنوسي ايه اللي بيجبرنا؟
الاخلاص صحيحا. اه يعني مثلا هناخد حي من الورثه هنكسب حي من وراهم احنا مش عارفينهم فين حتى. فالكلام ده فاضي يعني مش في ناس بتفرض عليك تجيب الكتاب لو ما خدتوش مثلا ترتب في الامتحان تسقط في الشفا ومش عارفين. طالما هو ليه سلطان لو مات او تعذر او كذا خلاص لو قلنا له خذ الكتاب ببلاش والله ما تربط خذه مجانا فيه صدق على صاحب صدق فيه. انما شوف كتب اهل العلم وملاش يعني سنين قريبه مؤلفه ما في حد بيستفيد منها ما فيهاش نور ما فيهاش علم. حسب الله نعم الوكيل. قوله المراقبة أي مشاهدته تعالى واستحضاره. طبعا الإخلاص كانوا مخلصين لما أنتش بتألف للإخلاص. ده أولا المؤلفات بتألفها لأحد أمرين يا إما للتجارة يا إما عشان الترقية العلمية. يا عشان ياخذ الماجستير. ولولا عاوز الماجستير وعاوز الدكتوراه ما كانش جاء هنا ولا حضر معانا ولا أي حاجة. احنا بنضرب بيك المثل يعني انت مثال لغيرك كثيرين مش المقصود انت اياك اعني واسمع قد تكون انت رجل صالح انما معظم الناس كده. قوله المراقبة هي مشاهدته تعالى واستحضاره. قوله هي أي المراقبة. قوله كمال المعرفة أي المعرفة الكاملة. وقوله ورسوخ اليقين أي اليقين الراسخ القوي وهو عين المعرفة الكاملة. وإذا كان كذلك فلا يكون مقلدا. قوله كأنه أي عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقوله يعاينه أي لا. قوله يعني معاينه يعني يشاهده ببصر معاينة كده. قوله لو كشف الغطاء أي بصره ما ازداد يقينا أي عن بصره ما ازداد يقينا. ما ازداد يقينا يعني شفك شفنا عنك غطاء فبصرك. في أشياء محجوبة عنك مش هتشوفها. قال ما تشوفها إن يقين يبقى كامل. لا بالنسبة لدول لا. يقين كامل من غير كشف غطاء. انت لا تصل الى اليقين الكامل الا اذا كشف الغطاء. هو وصل. قوله لو كشف الغطاء اي عن بصره ما ازداد يقينا اي يقينه الحاصل بمشاهده بصيرته لان الحاصل بالبصيره في عين اليقين كالحاصل ببصره بعد كشف الغطاء. يعني استوى ما حصل عنده بالبصيره كما يحصل عند احدنا بالبصر. نعم. فلاجل هذا لا يزداد يقينا. قوله الغطاء اي الحجاب. قوله ما فضلكم اي ما زاد عليكم في الفضل. ما فضلكم. نعم. ما فضلكم اي ما زاد عليكم في الفضل. وقوله وقر بالبناء للمفعول اي وضع في قلبه وهو المعرفه. وحينئذ لا يكون ما فضلكم بشيء وقر او وقر تمشي بس هنا البناء للمفعول اي وضع في قلبه. قوله ما لبث اي الزمن الذي لبثه. قوله الف سنه بدل مما. قوله وإنه أي عمر. قوله وما عسى من كلام الشاب أي وما أرتجي عد ما اتصفت به الصحابة من المآثر والمحاسن. فالترجي منتف لعدم تأتي العد فما نافية ومن زائدة أو بيانية مبنية لمفعول أعد المحسوب. مش من مش كده فما نافية. لا هنا ومن ومن زائدة أو بيانية اللي هي بعدها بس فين إيه؟ أو للبيان لا فين الفيلم؟ من محاسن. آه يبقى من مش من. ومن زائدة. ده من محاسن الصحابة. ومن زائدة أو بيانية مبنية لمفعول أعد المحدود. وهو ما اتصف به الصحابة وهذا شروع في ذكر مآثرهم عموما بعدما ذكر مآثر الخلفاء خصوصا. يعني هو ايه حيشرع في ايه مآثر الصحابة عموما. يبقى هنا الوقف يكون هنا أحسن مش كده يا مولانا؟ وهذا ايه؟ وما عسى ان اعد من محاسن الصحابه ومآثرهم. لا بعد ما يصير مين؟ شروع المحاسن العامه. يعني قوله عنده وقفت فين؟ وما عسى ان اعد حتى يا شيخ. لا ارجع في الحاشيه. في الحاشيه وقوله وما عسى ان اعد وهذا شروع وهذا شروع بس وما عسى وهذا شروع قوله وما عسى. وما عسى. يبقى كده حيبقى الكلام كده من اوله بدل من اللهم صل افضل الصلاه على
اللهم صل وسلم وبارك